السلام عليكم أعزائنا الطلبة التعليمية المتميزين. اليوم راح يكون رسمنا لليورون اللي هي النيرف سيستم فيما يخص شابتر 9. طبعا احنا نعرف انه الخلية العصبية كثيرة البروزات. بالبداية احدد شكل الخلية العصبية حتى ابدي من خلالها اعمل الدندرايت. هذه بالنسبة لبروزات الخلية. إذن رسم الخلية ما راح يكون بهالشكل، هذا الرسم خطأ، حيكون بخط أكبر اللي هي عبارة عن امتدادات من جسم الخلية. طبعا احنا ما ننسى انه جسم الخلية يحتوي على نواة، هذه النواة اميزها هذه بالنسبة للدندرايت. ايضا يخرج من الخلية العصبية الاكسون اللي هو المحور، هذا راح يكون عندي المحور، وهيك بالمحور المايلين شيث، هذه بين مايلين شيث واخرى اكو عندي نود اوف رانفير اوضحها. وايضا بالنسبة عندي المحور يكون متفرع من ناحية النهاية حتى يكون عندي يلتقي بتفرعات الدندرايت للنيورون اخرى. فهذا هنا عندي النود اوف رانفير وهذا عندي المايلين شيث، ومن ثم نرسم جسم خلية عصبية اخرى ننتبه على تفرعاتها. هذا جسم الخلية العصبية حتى يبين لي مناطق التشابك العصبي، ايضا تحتوي على نواة. هذه بالنسبة فيما يخص الخلية العصبية. هنا عندي هذه التفرعات انتبه لها، مهم هي الخلية العصبية تبدو بتفرعات كثيرة حتى تبدي تكون عندي مناطق الجهاز العصبي، مناطق التشابك العصبي من نهايات المحور مع بدايات الدندرايت الخلية العصبية الأخرى.